السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو هذه هي وصول سيارة التي تحمل جثمان اللاعب أحمد رفعت إلى مسقط رأسي في قرية بشان التابعة لمركز بيلة في محافظة تبوسيك. هنا وصل جثمان اللاعب أحمد رفعت لورا الصرى من قريته قرية بشان التابعة لمركز بيلة. إن لله وإنا إليه راجعون. هنا سيارة الصرى وصول اللاعب أحمد رفعت في سيارة حمل الموتى إلى قريته الوداع الأخير. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الوداع الأخير وصول الجثمان. هنا الجثمان ينزل من سيارة حمل الموتى الوداع الأخير إلى صلاة الجنازة عليه من مسقط رأسي يعني في قرية بشان التابعة لمركز بيلة محافظة كفر الشيخ. هنا الجميع يودعوا بكلمة لا إله إلا الله. الحزن يسود القرية والوداع الأخير في قريته في قرية بشان. رحمة الله عليك يا أحمد. لقد يعني خسرت مصر لاعبا كبيرا ومهما من لاعبي. هذه هي والدة لاعب أحمد رفعت. يعني هذه هي والدة لاعب أحمد رفعت قد أصيبت بحالة إغماء شديد وقريبه. هنا رحمة الله عليك يا أحمد. رحمة الله عليك. إن الله وإن إليه راجعون. صلاة الجنازة الآن على اللاعب. لقد خرجت القرية والقرى المجاورة عن بقرة أبيها لتشييع جثمان اللاعب رحمة الله عليه. هنا من مشهد جنائزي مهيب وفي حالة حزن شديد ووصول بعض لاعبي كرة القدم من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظة المجاورة كذلك من القاهرة. الآن سيتم صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت. إن لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة الآن على اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ولاعب الزمالك السابق من قريته قرية بشان التابعة لمركز بيلة في محافظة كفر الشيخ. حالة من الحزن الشديد تشهد بها القرية حيث وصل الجثمان إلى قريته قرية بشان وتسود حالة من الحزن الشديد على أقاربه وأسرته. يعني إن الله وإنا إليه راجعون. حالات من الحزن والإغماء والشديد وجراء طبعا. إن الله وإنا إليه راجعون. الآن طبعا إن الله وإنا إليه راجعون. حزن شديد لأشقائي وولدته. الآن يتم صلاة الجنازة على اللاعب أحمد. وصل منذ قليل بعض اللاعبين من نادي فيوتشر وكذلك أصدقائه في محافظة كفر الشيخ. الآن طبعا سوف وراء الصرا من هنا وتتم صلاة الجنازة الآن على اللاعب أحمد رفعت. ثم بعد ذلك سيوارى الصرا في مقابر الأسرة في قرية إبشان التابعة لمركز بيلة في محافظة كفر الشيخ. منذ قليل كما أكدنا قد وصل بعض اللاعبين من نادي فيوتشر وكذلك من أندية محافظة كفر الشيخ المختلفة وأصدقائه وكذلك أقاربه. ويتوافد العديد من النجوم الرياضية لتقديم واجب العزاء في مسقط رأس اللاعب أحمد رفعت في قرية بشان. إن الله وإنا إليه راجعون. هذا طبعا كانت يعني صادمة وفجعة كبيرة
تلقي أبناء قرية دبشان وكذلك محافظة كفر الشيخ وكذلك عموم المهتمين بالحرف الرياضي وكذلك في ربوع مصر خبر وفاته بعد أن من الله عليه بالشفاء قبل ذلك ثم توفاه الله اليوم. إن الله وإن إليه راجعون إن الله وإن إليه راجعون. الآن يتم صلاة الجنازة. الآن يتم صلاة الجنازة على اللاعب ثم عقب ذلك سوف يغرس الصلاة على فؤاد في قرية أحمد. تربى في هذه القرية ونشأ فيها وترعرع في قرية دبشان ثم انتقل في عمر 16 إلى القاهرة ليبدأ رحلته الكروية. توفى والده في الصغر ويعني والدته هي من تحملت مسؤوليتهم بعد وفاة الوالدي وكذلك أشقائي الذين عانوا أحمد كان دمس الخلق من الجميع يعني يتمتع بدمس الخلق والقلب حزن في الوسط الرياضي حزن في ربوع محافظة كفر الشيخ كذلك طبعا أحمد رفعت اليوم تابع الآن طبعا يعني الآن طبعا وصل منذ قليل عدد من أعضاء يعني عدد من لاعبي نادي فيوتشر وكذلك نجم نادي الأهلي محمود كهربا منذ قليل وكذلك عدد من نجوم كرة القدم إلى عزاء طبعا بيتشير بشمالي إلى أحمد رفعت لاعب المنتخب المصري ونادي فيوتشر الذي سيورى الصلاة من مسقط رأسه ورا الصلاة الآن من قريته قرية دبشان الآن سيغادر جسمان اللاعب أحمد رفعت المسجد لورا الصلاة في مقبرة الأسرة. إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون.
يخرج الآن. طبعا جسمين اللاعب أحمد رفعت لي والرسراء الآلاف ينتظرون طبعا تشيع الجسمين من مسقط رأسه من قرية إبشانة تابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدمة كبيرة وحزن، والقرية تشهد بالسواد جراء سماع نبأ خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد أن من الله عليه سبحانه وتعالى بالشفاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني هو القدير على كل شيء، يعني اختار له حياته اختار له حياته طبعا حياة الخلود بالنسبة لوفاته اليوم، وتوفاه الله سبحانه وتعالى اليوم إثر يعني أزمة صحية تعرض لها مرة أخرى ليلاقي يتم إعلان خبر وفاته اليوم. ونحن الآن من داخل قرية إبشان التابعة لمركز بيلة معسكر الشيخ، سوف نحرك الجثمان الآن للخروج من المسجد. سوف يتحرك الجثمان الآن للخروج من المسجد بحضور عدد من طبعا اللاعبين في فريق جنازة الحاجة السيدة عطية الدولة، وكذلك السيدة عطية تيجي الأول، كذلك نجم من نادي الأهلي تصوير دعوة على رشوين بعد إذنكم يا جماعة من غير صوت ومن غير حد يعمل صوته قدامي. تفضلوا ارجعوا على رشوين بعد إذنكم. الحاجة السيدة عطية تيجي الأول. هذا المسجد طب مش تفهمنا هنعمل إيه؟ هل هذه سوف شيء جسمين أحمد الفات بعد إذنكم يا جماعة الحاجة السيدة عطية الأول. تعالى نقف يا محمود خليك من الحاجة شوية بس كفاية بس الصف الأولاني يرجع خطوة بعد يزدوك. هات جنازة الكابتن أحمد بص يا محمود تعالى بس كده.